ما زال ود قلوبنا يجمعنا ودفت مراكبنا في قويدينا ما زال غيث أمطارنا نافعنا وما زال واديها معبي بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يتواصل الحديث عن مدينة بنغازي وعن ذكريات مدينة بنغازي وعن عادات مدينة بنغازي وتقاليد مدينة بنغازي وعن معالم مدينة بنغازي وعن الأحداث في تاريخ مدينة بنغازي. يتواصل الحديث كما أسلفنا من قبل مع أبناء بنغازي، ولا يصح الحديث على مدينة بنغازي إلا مع أبنائها وأولادها، حتى لا يدعي أحد أنه يعرف مدينة بنغازي أو يستطيع أن يعبر عن مدينة بنغازي. فمدينة بنغازي لا يعبر عنها إلا أبناؤها من عاشوها وعاشوا كل صغيرة وكبيرة فيها وعاصروا كل حدث وكل ذكريات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وفي هذه الذكريات. واليوم ضيوفي السيد مصدق البكوش والسيد عز الدين شلاك والسيد رشيد لثرم، أبناء بنغازي كما أسلفت، في حديث يعني عفوي، دردشة، هدرزة، سميها ما شئت، لكن لا تخرج عن هذا النطاق بإذن الله تعالى. بداية أرحب بضيوفي الكرام، أخونا مصدق، أخونا عز الدين، أخونا رشيد لثرم. أهلا وسهلا بك سعد. الحديث مفتوح بدون رسميات، حديث ذكريات أبناء مدينة بنغازي يتذكرون مع بعض ذكريات مدينة بنغازي. من حابب أن يبدأ بالحديث يبدأ، ما عنديش واحد من نقول له، اللي جاهز منكم يتفضل. أخونا عز الدين من بدري يحكي قبل، قال جماعة البحر يحكوا في مصطلحات. اي نعم. قال لي ما تفهمنش. اي نعم. فمرة يحكوا على أبو بكر البيجو، بكر البيجو هذا رئيس. اي نعم. مشهور في معروف في بنغازي يعني. هو مخش مصطلحات كثيرة في بنغازي، هبز، دراجا، قش بروة، مش عرفت. المهم يقولوا ان مره في بابور سوى ضارب في البنكينه وشاف مهم سيره مشكله في الميناء. نعم. فسيره مشكله وصلت المحكمه، وصلت جايبين شاهد ابو بكر. القاضي قال له قول اقسم بالله العظيم انا اقول الحق. قال له حق الداوي ما نقول له الحق، يحكي على البحر حق الداوي. 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 المهم قال له كيف صار يدوي دي البحر. ايوه يدوي دي البحر. قال له شو صار ابو بكر بالضبط؟ قال له ريت. ومشاه القاضي الحلفه. ما شو بديل له؟ مهم هذا اللي عنده. قال له شنو صار بالضبط؟ قال له بيل مشاري يقول مغير بصار فيها شك وفك. باه. قلت ندق له قدام، قال ندق له ورا. القاضي قال له ارجع شوي في مترجم. قال له هذا في الفصاوي ولا شنو؟ والله هذا اللي صار لي فعلا. احنا هذا اللي صار لي، انا قلت لك مشيت مع اصدقاء. الله يطيب بالخير ان شاء الله. فبدوا شحطت ما شحطت، غليني ما غليني، مش عارف شنو وكذا. سبحان الله العظيم. قلت لهم يا جماعه راهو هذه استعمال لغه، يكونوا ثلاثه ويستعملوا اثنين لغه يفهموها، واحد ما يفهمهاش راهي نجوى. قلت لهم هذه ولا يتنجى اثنان دون الاخر. قلت لهم عرفتم. فسبحان الله يعني جايه من يعني فعلا ذكر مميزين في اختيار الفاظ ويتعارفوا عليها ويتوارثوها. اي خلاص يتحدثوا يعني بها عندهم ديما. عندهم حتى يفرضوا في 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 المصطلحات. على عمولة البحر هنا زمان، نحن من زمان في الثمانينات كنا عندنا موسم عدو نزردو يا زويغيد يا ابو الحناش. هذا الشطوطة هذين باش يعرفوا بس. ايوا ابو الحناش عرفناه يا مصدق، لكن الاخر شو؟ زويغيد. دوم من دم من الحناش. دوم بن الحناش. منطقة مالية بالحوت. وكانوا يمشوا بالفريزات باثنين ثلاثة. ما شاء الله. مولدات كهرباء وعيال البحر كلهم. فالنادى اللي صارت غادي
كان يعني كلهم يطيبوا، كل واحد يتفنن في التطيب، وكل حوت. اي نعم كل لحوت والله العظيم الفريزي يصدقوا ما يجي واحد من برا باش يشيل حوت. نعم صحيح ما شاء الله فضيك ما شاء الله. فصارت سوء خلاف ما بين الصادق البناني ربي يشفيه امين وبين حياه ما حياه سعد البطلوس سعد عثمان. نعم صار بينهم ملاسنه، توكر لا عمك الصادق يقول علي يحلب بيمين طلاقات ما عاد ناكل حاجه طيبها سعد. سعد يدور فيها هذه. يا سلام. والصادق قال لهم باهي علي اليمين حتى انا ما عاد يطيب واحد بينا قاعد الا انا، ما فيش حد يحط برمى على النار. وتم عمك الصادق يقلي في دحيه ويبكي. وهذا كاهن ينوض من الفجر يجي في سفنجز ويحط في الحوت، الحوت دار مشوي دار مقلي حطه في يعني، وصادق يتفرج. سبحان الله. على ذكر على ذكر المصطلحات والبابور، سبحان الله. انت شوف حتى الاغنيه المشهوره اللي غنوا فيها زمان في المرسكاوي، بابور بالا راح في تيار جانا الخبر يا مشينا خبارة. نعم شوف يقول تسقيت تال قوية تكى علي جنبها غرف المية. نعم صب الرايس كلم البحرية في نوت تداخن عليه أفكاره. نعم يقول وقت سافر بيهم ناس فارحة والفرح زاد عليهم. نعم ما يحسبوش العمر قاصر بيهم ولا يحسبوا إسرائيل فوق دياره. الله أكبر. لو تندري بحواله علي الرابطي والله وجراله خلى عزوزة على الشطوط تعدي كل يوم ترجع له عليه خبارة. يا الله بابور بالا راح في تيارة. يا الله. يعني هذه فعلا مصطلحات البابور والميحة والطيحة والكذا، هذين كلن يعني فعلا مصطلحات ما يفهموش إلا الرياس والبحارة والناس اللي متعودين على الكلام هذا. عرفت كيف؟ مصطلح عويلة البحر هل في بنغازي بس؟ لا حتى في طرابلس موجود. نفس المصطلح؟ لا نفس حتى في طرابلس. ايه حتى في طرابلس انا نعرف بعض الاخوه الطرابلسيه الله يحفظهم ان شاء الله، يعني فعلا انا يحكي لنا واحد من اصدقائنا والله العظيم الحرايمي الطرابلسي، الحرايمي الطرابلسي ما يدقوا فيه الا في وسط المراكم، يطيبوا فيه في وسط المراكم جوا، يقعدوا بالثلاث ايام والاربع ايام والسبع ايام واكثر اخرى جوا في البحر. لما يحكي لك والله شباب عويلة بحر على كيف كيفك يعني الحق يعني. هي مصطلح العيال بحر في طرابلس وسط عن بنغازي. اي نعم لا هم معروفين يعني حتى في في الكواتا والحوت وطريقه تطيب الحوت والبرنامج يعني الطرابلسيه معروفين يعني. عرف كيف؟ رشيد شنو شنو العادات في الايام هذينا في بنغازي؟ ايام رمضان ومقبل عليهم عيد، شنو العاده اللي عاده يديروا فيها الناس كيف في بنغازي؟ مشهورين بها كي والله يوم اكثر زمان يلعبوا في كارطه، اكثرها كارطه يلعبوا في كارطه. صحيح. كارطه والسعود يديروا في يديروا في وفي العشيه يديروا في دوريات. اي دوريات القدم في القدم. هذه محدثه بس يا رشيد. حديثه شويه حديثه شويه نوعا ما حديثه يعني من الثمانينات وتعالج. لكن دوريات الكارطه ولا لا من زمان. من زمان من زمان القديمه اللي كانت مميزه في بنغازي يعني قصة جينا احنا صغار كركوز بزامة. كركوز بزامة كان نعم كركوز هو اللي هناك في الليل. اشرح للمشاهدين بزامة. هذا بزامة اظن عائلة هي. ايه والكركوز مصطلح معروف انه حتى عند اواجدة بني مصدق امها اواجدة اواجدة كيف العرايس انه اللي يديروا فيه كيف اللي يحرق فيه باللوحات كانت بديل على السينما ممتعة والله يا سعد ممتعة قرش. والمكان معروف متاعة يعني كان جلسة ممتعة وكان الأكثر متعة لما يكون حاضرها الدنيا حكيتها سلمان بيدا لما يكون سلمان بجو. سلمان بيدا طبعا شخصية من معالم بنغازي. نعم مصدق. لا هي حتى من الذكريات الحلوة اللي كانت في رمضان يسعد زي ما قال لك رشيد الكارطة كانت سمة زمان. فهمت كيف؟ يعني قبل الصحوة الإسلامية اللي دخلت علي الشباب وبدت يعني بدأت ما شاء الله يعني الصحوة الإسلامية تاخذ مجالها وبدأت تقضي على العادات هذينها. لكن زمان يعني حقيقة الكارطة وكنا فوق السطوح. نعم. كل واحد
يفرش فوق صلاة طبعا قبل رمضان، يهيئ المتكئ يعني يعد المتكئ عرفته. فتدير اللمبة السمحة الكبيرة وتفرش الفرشة كويسة وتجيب فرشاتك وتبدأ عاد السحورات. سحور عادة السحور الغالبية مكرونة، ما فيش ما نسحروش غير مكرونة يا لطيف. عرف والله العظيم لبكب كان فهمتوا مكرونة جاية يعني. بالضبط والله كنا 30 ليلة يعني مرات تعود عليك انت اذا كان الجروب بتاعك شوية، مرات تعود عليك مرتين ثلاثة يعني مثلا خمسة انفار بتعود عليك كم مرة في رمضان فهم كيف، ستة انفار سبعة انفار وهكذا. فكانت حقيقة يعني ايام كانت بجمالها يعني. ولذلك انا لما الان لما جينا بنذكر مثلا نبي نذكر بنغازي ونتكلم على بنغازي، تلا عندنا حق ان نحن نحترق من الداخل، وعندنا حق ان لما نتكلم على ذكرياتنا يكون عندنا كذا. فلذلك انا مخاطب فيها وتهيلي عيني مصبية مثبتة على مكان معين تشوف فيه قاعدة، فنقول ننقول كانها حارنا قدامها، ننقول كانها حارنا قدامها وننقول عبرتها عليش الداري تفكفك حدايا خافيات علامها زرزرتها واجد وزاد اصراري. عرفت السبب فرقية حساب ارقامها لا وينها دار القدم يا ناري، ناري ما تريد تمشي مكتفات اقدامها ولا قادرة تكسر خطام شواري، بصرها مثبتها بضبط خطامها ونا قبل غيرتها سبيل مساري، وعندي عقود مختمة بابصامها علي تبن ماضي حاطين مداري، ضعفت مع هبة قديمة انسامها يلطف بها المولى العزيز الباري، تجبد سريب تشيط نارة وهامها تكمل الليل ونومها متواري، ملومها كانت كبار أحلامها ظنت غلاها في مسارة جاري، وما زال طامعة يعود الزهال أيامها خياب مبعدة جملة في حبل أفكاري. الله يسلمك. فلذلك هذه بنغازي وهذا حديثنا على بنغازي يعني هذا حنيننا البنغازي يعني. إحنا بالدرجة الأولى وانتو عارفين إحنا الذكريات هذه نحكو فيهن في جيل طلع توا يعني للأسف يعني طلع في وقت إن نحن اتهمنا فيه اتهامات يعلم الله سبحانه وتعالى إن برياء منها بصراحة. فكانت الجلسات هذه ضرورية باش يفهم الجيل هالناس اللي اتهموا بهذه الاتهامات أهو هذا وضعهم وهذه حكاياتهم وهذه ذكرياتهم وهذا علاقتهم بمدينتهم بمغازي. بدري أنت تبي تقول حاجة كي قطعناك صح؟ على ذكر الكارطة. نعم. رحمة الله عليه عياد فلاح. عياد فلاح تذكر الملاكمة تذكر عياد فلاح، تذكر الغيطة تذكر عياد فلاح، أيوة تذكر العراس تذكر عياد فلاح. صحيح. هو رجل بسيط والنكتة وكلها رجل بسيط ما حتى كتيبة يعني ما يكتبش يلعب في كارطة هو وسالم الحراثي وما أدراكه من سالم الحراثي حتى أبيض يلعب في كارطة. وعياد يعرف يكتب هولك وياك، هولك كيف ما تقول ما نهاري وياك معناها كلام فاضي. أيوة. كلام فاضي فكاتب هولك وياك. وسالم يعرفش يقرا الا سالم عرفت الله هو يلعب في كارطة كاي شوية سالم بحث ورقة كاي ما لقاش سالم ما يعرفش لسالم هو أصلا في أهلك وياك قال له عياد مش كي سالم راه رسم هو رسم قال له عياد راه مش كي سالم راه زمان عندنا وياها عياد نربع علي لافت يقول لي اقراها لي نقول له خطوط الجوية العربية الليبية نقول له علي ايش كان يقول لي هرب انا وسالم في العشيه ونقراها له. هذا زي اللي خطم عليه لبس الماليه بتاعت الميلان زمان ماليه الميلان الدعايه بتاعها شو اسمها هذه هي مش عارف الدعايه اوبل دعايه اوبل عرفت الميلان يلبسوا في الماليه على اوبل على الشعار واحد خونا الانجليزي هذا هك وهو هك ما يفهمش بك شوي خطا بيبي طبعا يستفتر قدام الجماعه بيوري روحه انه هو عارف ان الماليا الميلان لكن الكلام اللي مكتوب مش عارف فخطا بعد في الجماعه قال لهم الميلان الله كثر علي سالم رحمه الله عليه رحمه الله عليه رشيد انت يعني تلقب برايس يعني
دليل انك عشت الحياه هذه. لا بنقول لك عليها يا رئيس. هذه ده قلنا عليها الرئيس هذه يا سعد. انا ارى البحر يعني نقول لك من شوري، لكن مش درجه رئيس. مش رئيس عرفت. انا خذيتها كما نقول شو يقول لها هي شرف ولا عرفت. عرفت تقول خي رئيس وينك رئيس وني وخربت الجماعة. ايوه رئيس شرف. وخربت الجماعة هذوما. انا جماعة البحر وني خلطت مني وصدق البحر وصدق وجودك معهم وصدق رفيقي. ايوه عرفت. فكلمة رئيس هذه راني انا مش رئيس كما نقول رئيس. عرفت معنى رئيس. لكن انا خذيتها شرفا عرفت. ايه والله تستاهل عين الرئيس وميزات الرئيس ورفعة الرئيس. يعني القيادة حتى القيادة تستحق ان هو مش كنا يعني بحر. لا والله لا يعني مثلا شجاعة كرم كذا فزع كذا. لا حتى احيانا يسعد يعني مثلا رشيد يعدي مثلا يزرد معنا رشيد. حقيقة راني ما فيش يعني هذاك الاختلاط زمان اللي بيناتنا، لكن هو عن طريق طبعا عيت اختي اللي هم عيت شتوان فهمت كيف، وهو جار عيد شتوان غادي في نفس الشارع شارع الشين فهمت. وانا طبعا علاقتي بعم الله يرحمه الاستاذ عوض رشيد واولاده احمد ورشيد واصحابهم كلهم واصحابنا الحمد لله فهمت. لكن إن حسب ما نسمع انه لما حتى يزرد مع جماعه ولا شيء تلقاه لي تكتك ولي كذا وخيمه ديرها. فهذا عليه سموه يعني افكاره وقيادته وقصه والكلام هذا يعني مش كنا مش مخطي يعني مضبوط الكلام. ربي يحفظك ان شاء الله. هو حتى عندنا في شارع البحر الرياس غادي يسكنوا وجدين يعني الرياس قدم وجدد. يعني فعلا لما تقول لي فلان رايس رايس سمات اللي يبدا من سي حسن الهباب الربيقي سي احمد البكوش مسعود سي مسعود الحمري بعدين يجوا جديد بعدهم القلال نوري بشون. والله فعلا لما تقول رايس رايس سعود البطاطيني الحاج مسعود الحمري هذا واخذين منا الارض بتاعنا في المجوري واللي شارين منا الارض. خو الاستاذة سالمة الحمري المذيعة. ايوه خو الاستاذة سالمة هذا علاقة باتي كانت قوية جدا واللي شارين منا قطعة الارض اللي في المجوري هذا اللي بنينا عليه حاج المجوري. الرياس فعلا يعني سبحان الله لما جيت تحكي على بنغازي والله مش لي شيء يعني يعني فعلا تقول أسرة واحدة يعني كلها تبلط على بعضها كلها التناشد. أنت واحد لابد تلقى فيه عرق تعرفه ولا يا سعد. أسماء رنانة يعني أسماء سوى الميت منهم سوى الحي نعم. منهم نعم. أسماء رنانة. لما أنا أحكي لك أو نحن جبدنا سيرة الأستاذ مسعود الحمري فهمت كيف، وأخته الأستاذة سالمة الأستاذة أمنة بريك الأستاذة نعيمة شلاق الأستاذة نعيمة الغزواني الأستاذ محمد دحيشي الأستاذ عبد المطلب فلما تحكي أسماء رنانة ما زالت ترن في تاريخ بنغازي سواء تاريخ الفني سواء تاريخ الثقافي سواء تاريخ الديني سواء كل شيء اجتماعي. احكي على السي محمود الدهيميش واحكي على الشيخ فرج بوعود واحكي على الشيخ إبراهيم الترهوني ومشايخ القرآن الكريم. يعني بنغازي بنغازي فعلا بنغازي الولادة فراسة وعلم وتاريخ وثقافة وفن وكل شيء فهمت. شعراء يا راجل ملأوا الدنيا سي فرج المذبل سي عبد السلام قدربوه عادل عبد المجيد إبراهيم فهمي يعني يعني تاريخ تاريخ مليان أسماء يا رشيد. تاريخ مليان أسماء لما تحكي عن السنت. أما سكي نقلب في شوية وراقون فمرت علي قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الوحي فجع الأولى بتاعته هذه وكذا وعد القصة بن نوفل وشلاته السيدة خديجة نعم على أساس يفهم شنو الموضوع اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما تقول هدأ من روع قصة بن نوفل ورقة بن نوفل القص ورقة بن نوفل وهدأ من روعة وكذا وبعدها حكى له شيء بيصير له وهنا مربط الفرس زي ما يقولوا. قال له انت يعني اللي يجيك هو اللي كان يجي للناس اللي قبلك الأنبياء والرسل وكذا 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 الناموس هذا كان يجيك. وقال له حاجاتي بيصير لك نيجا عند نقطة وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مربط الحرس في حديثنا في مربط الفرس في حديثنا هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له وتو يخرجوك قومك راه حيلزوك قومك
شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما علقش ولا كلمة إلا على الموضوع حظ. قال له أو مخرجيهم نعم يبي يطلعوني أنا استغربها يعني بصراحة هذا الأمر هذا كله يعني قمة الأذى إنك تخرج من بيتك ولا تخرج من مكان ذكرياتك ولا مكان موطنك ولا كذا يعني قمة الأذى معنا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو حديثنا نحن هالناس هذه مش كم موجودين قدامي. هو الإخراج هو خلق بني إسرائيل سعد. النبي الله سبحانه وتعالى في القرآن شن قال؟ قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. يعني مش أخرجت بس بل أنك أنت ظهرت عليه بالإثم والعدوان. الإثم والعدوان اللي هي الاتهامات الباطلة والكذب والإفك والكلام اللي مش مزبوط. هذا خلق بني إسرائيل أصلا مش خلق بني إسرائيل. يعني نبي نقول للناس قول للناس هم اللي أخرجوهم هذيما المهجرون زي ما تقول ولا المخرجون من بيوتهم. شنو الصفات اللي تخليك تخرج؟ شنو اللي تخليك تطلع من بيته؟ شنو يخليك تأخذ رزقه؟ شنو اللي تصادر أمواله؟ شنو الشيء اللي داروا الغلط؟ اهم الناس قاعدين قدامكم وانت صراحة الجميع خصومك ما عاد عروما لكن هي بالرغم ما عاد عروما بعد شيء انت قاعد تقول انت صح ولا هي بالرغم ان هي ثقيلة خروجك من 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 مربع سباك و و و وذكرياتك الا ان والله فعلا والله المولى عز وجل كان لطيف بينا عوضنا خيرا يا رب يا والله لا الحمد شك لله. لا شك يعني في البداية الواحد صحيح عندك ان لكن يشكر مولى عز وجل ما هو فيه. لا والحمد لله تحكي بس انت تحكي سعد يحكي لك علي مبعث الالم من جراء هذا يا الشيء سلام. يا سلام مبعث الالم اللي في نفسه من جراء هذا الشيء بس يعني عرف كيف انك انت يعني بعد بالله عليك عايش يا سي مصدق 55 سنة عايش في وسط ناسك وهلك بالذكريات وفي نقيبك تطلع انت مجرم وتطلع مش كويس فهمت كيف؟ yeah. تطلع مجرم وتطلع مش كويس. يا أخي باي إذا كان شخص نبى والله لف يمين والله قالك والله كذا جيبه وقع مزمع هذا ولدك هذا ولدك. نحن قلنا لهم زمان قلنا لهم يا جماعة نحن أولادكم وهذوم أولادكم وإذا كان في خطأ والله في كذا ممكن يصلح تعالوا نقعمز مع بعضنا. وانت جيت وصلحت الدنيا كلها صلحت جميع الدول اللي برا اللي كانت مش كويسة بالنسبة لك صلحتها جميع الناس اللي كانوا مش كويسين صلحتهم وقعمزت معهم. ما زال أولادك انت قاعدين مهجرين وقاعدين مضطهدين والفئة الوحيدة اللي مش معدل عليها حد ومش مدورها حد هو المهجرين. ما هو نقول لك ان الفكرة لو كان صالحك هو يعني هذا حتى في العرف عندنا لو كان صالحك يبي يشيل اللي صار كله. لو كان يعترف تو انه هو اخطأ في حقك بين اللي صار هذا كيف يصير فيه من يبي يشيله؟ لابد بيشيله حد. العرف يقولك والشرع يقولك والقانون يقولك هل اللي صار هالدمار وهالخراب وهالنسيج الاجتماعي اللي انضرب وهالبغض وهالكره وهالحقد اللي نشأ هذا كله من يبي يشيله؟ هذا من السبب فيه؟ لذلك هو يكابر لا يمكن يعترف لك انه هو اخطأ ولا انت على حق ولا انت انسان نزيه ونحن ظلمناك. بالتالي لو كان يقول هو الكلام هذا معناه هو يرجع لنفسه. اللي نقصده بس سعيد انا النقطه هذه بس ونطلع منها بالله عليك. اللي نقصده سعيد مش الصلح في حد ذاتها ولا المصالحه في حد ذاتها والله حتى انا نقصد انه هو ما فيش حتى مبادره وحده والله نص مبادره في الموضوع هذا. ما فيش خطاب مباشر بينك وبين من هجرته ومن طلعته من داره. ما فيش اتصال مباشر بينك صح. وبينه هذا اللي نقصده انا. يعني هذا اللي انت صلحت الدنيا كلها ما درتش اولادك وابنائك ابناء مدينتك ما درتش معهم لقطة لعن تو يصلح الله الحال ان شاء الله. احنا عندنا ذكريات نبي اخوي رشيد يجمع لي خاصة الاسماء اللماعة اللي مبدري دوينا عليهم انا وياك كي في اسماء هكي رنانة انت رافقتهم وشفت فيهم بغض النظر على انطباع الناس عليهم لكن شفت فيهم يعني فتوة حلوة هكي وكرم وشجاعة. إن شاء الله بعد الفاصل نكمل الحديث مع أخويا رشيد في هذا الجانب بإذن الله تعالى. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. ما زال ود قلوبنا يجمعنا ودفت مراكبنا
في قويتينا، ما زال غيث أمطارنا نافعانا، ما زال واديها معبي بينا، ما زال ود قلوبنا يجمعنا، ودفت مراكبنا في قويتينا، ما زال غيث أمطارنا نافعانا، ما زال واديها معبي بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود لتكملة الذكريات مع أخونا رشيد. كيف ما قلنا قبل الفاصل، قلنا رشيد عاش مع أشخاص مميزين صراحة، فإن شاء الله رب يغفر لهم ويرحمهم الحي منهم والميت إن شاء الله. لا حتى يبو يحكي لنا عن الحاج ياسين الله يرحمه، كان شخصية مميزة جدا جدا. لا بس مش هو الخط، لا مش هو الخط اللي نحكوا عليه. لا لا نحكي لك الحاج ياسين لفرة. اي عارف. طيب يحكي لنا على السني وني مش هو الموضوع بكرة. كان مختار محل غالي وكان شخصية مميزة جدا. تفضل يا اخونا رشيد. زمان طبعا انا نشتغل في مصر واحد الرئيسي اللي قابل في مصر فيه بمركزي. ايه حياة علي المغرب، علي مزوغد. اي نعم. الله يرحمه رحمه الله عليه. دمه خفيف هو جدا. كان ياخذ الكرسي في رمضان ويقعد تحت المجمع الحكومي، ظل نكاي ورويحه، واللي يهرب يقول له ماشي، يقول له ماشي المصرف ولا نسوا، تعال يجي معاه. مروءه طبعا، عنده مروءه وعلي رواه جماعه. والسيد في هذا عنده مش عارف شنو لا يغيب ساعة ساعة ربع، وسيد في هذا عندي جو. قلت له علي يا اخوي ما تقديش تهانا وغادي يهرب، كله تعمل الرئيس عندي راك حروح. رحمة الله عليك. والله على ذكر المزوغد لما حبسونا في 81 في الكويفية، كنا شباب صغار 18 17 19 في 81، فكنا نحن طبعا مصنفين سياسيين طبعا، والباقي كلهم سوابق زي ما نقوله. السوابق كان مفتوح لهم المكتبة بتاع السجن، مكتبة ضخمة. السوابق زي ما يمشوا يقرأوا ويثقفوا، السياسيين لا ممنوعين. مقصودة ممنوعين. فكان المزوغد رحمة الله عليه كان يهرب لنا في الكتابات، جاب لنا تفسير بن كثير، تفسير القرطبي، السيرة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أي حاجة تبوها من هنا غير في الكويف. يعني في الكويف كان هو طبعا نزيل دائم غادي. والله حسن رحمة الله حسن السني، والله المروءة اللي عنده والكرم اللي عنده والله لم تراه عيني قط. سبحان الله. والله كرم لا 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 ما تقدرش تقيسها. والله سبحان الله. في السجن يدفع الناس اللي ما عندهم فلوس كفالة مالية يدفعها هو، وطبعا حالتهم كويسة على السني. اي نعم. رهيب مغازي حالتهم كويسة. ودارين داروا مصنع بتاع البلاستيك. زمان جاي واحد من مدينه اخرى مش عارف بيضه من مرج مش عارف، جاي يبي القواسي بتاعت الخلوط، عبى منهم وعبى مش عارف مهم عبى داينه طوني. بعدين عطاه شيك لعلي، كان علي السني اخو حياه حسن رحمه الله عليه، كلهم توفوا رحمه الله. ظل سك شيك، ظل شيك علي رقاله، قال له كيف يا رجل انا متفقين على كاش، ينزل نزل نزل دبش. رجل رقاله زعلك ما نزل حسن رحمه الله عليه، كان كوني قال له بنعطي سك، قال له خلي دبش خلي دبش، امتى بتجيبها؟ قال الفلوس امتى تجيبهم فلوس كاش؟ قال له نجيبهم بكره، قال له مش بكره جيبهم بعد اسبوع عادي. قال له علي شوري يلا والله عدى والله والله ما يعرفش ولا ما حضره. جاء الرجل ممكن يوم ولا يومين جاب الفلوس، لقى علي بياخذ فلوس، قال له مش لك الفلوس العرج، كان مضروب حسن كره. قال العرج وين العرج؟ قال هو اللي اعطاني. هو اللي اعطاني خلق يا رجل والله العظيم خلق سبحان الله العظيم. فيلم ما يعرفش بكره طبعا، كان مهب للشرطة هو. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرفتنا، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. يعني معليش سمحني لما نذكر شخص
كصفته نعته كذا كذا كذا، لكن تقول نقالنا كريم يعني. اي والله ما كانكش ذكرت سيئه واحده، صفه مش ما كانكش ذكرت في صفه سيئه واحده، بينما لو تقول شخص نقالنا خلوق ونقالنا كذا ودين وبرنامج لكن بخيل، لكن نقالنا بخيل. نشهد بالله جميطه بكل يا جماعه جدا، ما عنده شيء والله، ما كاننا قلت في ميزه واحده، لا ما عنده شيء، لان البخل البخل لعنه الله عز وجل حتى في القران الكريم. الله ذمه الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. يا لطيف، فهمت؟ فلذلك تخيل رشيد يحكي علي ناس يعني انشهروا عندنا في تاريخنا وفي في اسماعنا انهم ناس معلش سامحني اصحاب سوابق وكذا ومن اللي زي ما يقولوا من الشلش بتاعي البلاد يعني زمان، فهمت؟ فشوف تو رشيد لما يذكر لك موقف كيف الموقف هذا، كم امتى اجيب الكاش؟ قال اجيب بكر، لا اجيبها لي بعد اسبوع. سماح هذه سماح ما يعرفش بكر. ولذلك سيدنا ابو ذر الغفاري لما جاء الراجل اللي قام عليه سيدنا عمر الحد قال نقتلك لان قتل الراجل، قال له اعطيني بس مور نعدي زوجتي وعيالي نبلغهم انك انت حتقتلني ونجيك. قال له من يضمنك؟ صب ابو ذر قال انا نضمنها. وما يعرفش بك؟ ما يعرفش بك، عمره ما راه في حياته. قال له انا نضمنها. كم تاخذ؟ قال له 3 ايام. ثالث يوم قال له والله يا بدر صديقي واخويا وحبيبي، لكن والله كان ما جا الراجل والله نحط لك رقبتك انت المكان. خلاص قدموا ابو ذر وبيقيم عليه الحد سيدنا عمر. ما فيش هذا قصاص، فهمت؟ لو اني حقه في خيال جاي من بعيدك ويقول سيدنا عمر لا تخيب فراسة ابو ذر في هذا الرجل. الله اكبر. عرفت؟ شوي الرجل يطلع، وين ما وصل لعمر قال له سبحان الله، قال انت كنت تقدر تغيب وتعدي في هالفلوات؟ قال له والله ما عاد نشوفوك لنا جاي للموت انت. قال له شن جايبك؟ قال له معقوله يا راجل؟ انا قلت لك كلمه والراجل اللي ضمني هذا ما يعرفنيش، كيف ندير؟ سبحان الله يصبي اهل الميت صبوا اولاده، قالوا له يا سيدنا عمر يا امير المؤمنين يعلم الله لوفاء هذا الرجل ولضمان ابو ذر الغفاري وخلق ابو ذر الغفاري رانا نحن مسامحين في حقه. اطلق الراجل خليه يروح. شوف فمساله انك انت تكون كريم وانك تكون سمح هذه مش سهل، صح؟ هذا خلق ما هو سهل، والله ما هو سهل. يعني انا للتاكيد بس يعني اهلكم في مدينه بنغازي يتفرجوا عليكم ويشوفوا فيكم، وانا اللي خلاني نقول الكلام هذا ان دخل علي واحد من احفاد الحاج مصدق وقال لي اعطيني رابط الحلقه وبارك الله فيك ولازم اعطيني المواعيد بتاعته هني راني نتبعها هني، فعطيت فراجل ست كم اللي كيف هذين وكلمات كم اللي تقولوا فيهن ورسائل كم اللي توجهوا فيهن راه يوصلن لهلكم، يجب ان تكون رسائلنا واضحات لهلنا باش يعرفوا الدنيا هذه فيها حياه وموت. هذا نبوا نمشوا نحن سيرنا يوما ما ماشيين، لكن على الاقل تقعد الصوره واضحه عند هلنا. يعني زي ما قالوا شبابنا اللي قتلوا رحمة الله عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى إن يكون رزقهم ربي الشهادة، آمين يا رب. اللي قالوا ما تبلوش علينا وما تقولوش علينا رانا كذا ورانا كذا ورانا تكفير، يعني مزبوط الكلام، صح. والآخر اللي قال والله راه الموت كله تبي تموت، لكن الفرق بيننا وبينكم إن نحن نبون نموت ونحن أعزاء، لكن أنتوا إذا كان رضيتم حتكون تموتوا بذل يعني، وهذا هو الفرق. فنقصد جلسات كيف هذينا رسائل كيف هذينا راهي مهمة جدا، ما تستهينوش بأي كلمة أي موقف حدث في بنغازي. أنا اللي خايف منها وهذا اللي قاعد يصير إن تركيز على بنغازي وتغيير العادات حقيقة. النسيج الاجتماعي اللي كان مضرب المثل في ليبيا كلها كان موجود في بنغازي، الآن تركيز عليه ضرب من 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 الضرب في المعالم في مدينة بنغازي. بنقول لك معالم مدينة بنغازي أو شارع عمر المختار، صراحة شارع عمر المختار أمس مسويينا بالأرض، كل العالم يفتخر أن عنده حاجة قديمة، عنده حاجة أثرية توري الأصالة بتاعته وتوري كيف عنقه في التاريخ. دول الخليج هذيما عندهم أثار، لا عندهم شيء، يدوروا من تحت الوطابش يدوروا أثر يقول هالناس هذيما راهم عايشين لهم 200 ولا 300 ولا 400 سنة. نحن عندنا معالم الآن تمسح، شنو مقصود الكلام هذا؟ هل شيء عفوي الكلام هذا؟ لا، هذا مقصود تهجير الناس
هدم المعالم تاع المدينة، تغيير الديموغرافي للمدينة والسكان وكذا، باش يطلع لك جيل آخر مفصول عن تاريخه وعن ذكرياته وعن كذا. فأرجو أن يكون كلامنا مركز في هذه الجهة، وربي يقويكم إن شاء الله، ونستنى رسائلكم واضحات. شيخ عز الدين بكي تسمعنا حاجة هيك على بنغازي. هم تعقيبا على كلماتك، يعني هي الحقيقة، باش نكونوا واقعين، من خلال مخالطتنا لبعض الـ 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 الأقارب والأهل والأصحاب والأحباب اللي غادي، هو يقولوا يطوال السفر ويرتخى التفر. يطوال السفر ويرتخى التفر. أيوة تفر، عرفت ولا لا؟ اللي يرب الشمال اللي يحطوا فيه على بطن الناقة، من سبحان الله، بطن الجبال من لوطة لما بيحطوا عليه الدبش وكذا، فهمت؟ في البداية يكون مقنوط، لكن مع مشي الجمال وتحريك كراهيه وقصة يرتخى، يبدأ يرتخى. فحقيقة حدة الـ الخصومة أو حدة العداوة اللي كانت مخفت شوية، اللي كانت في البداية عندنا ما هيش كيف قبل، يعني الحمد لله الغالبية بدأت تقتنع بأن نحن ظلمنا، وأن نحن أخرجنا من ديارنا ظلما وبهتانا. العجيب في الأمر مش البعيد، لا خليني من البعيد، البعيد يقول عليك اللي يبيه، لأن يا أما يسمع سماع يا أما ما يعرفكش جيدا، يعني فهمت كيف؟ لكن الغريب في الأمر أنه قريب لك، من أقرب الناس لك، قريب ملتصق بيك التصاق كبير جدا لمدة تفوق 30-40 سنة، وعارفك كويس، تاكل وتشرب أنت وياه، وترقد أنت وياه، وزار أنت وياه، ويجي بعدين يلصق فيك تهم باطلة. هذه المصيبة، فهمت؟ نعم. فالحقيقة الشيخ عز الدين طبعا انشهر بالقصائد والتغزل في مدينة بنغازي والذكريات والأطلال، فنحن لازم يتحفنا طبعا في هذه الجلسة. والله يسعد، الحقيقة أنا ما جهزتش، لكن هي جاهزة من غير تجهيز. هي نقول لها، قلت لها شحالك وشحال خلاك؟ أيوة. وشحال مع تخريبك؟ وش حال اللي كانوا حذاك وزادوا في الاخر تعقيبك؟ يا لطيف، ظنيتيهم عز وجاك، مستغرب واجد تعجيبك، سندتي ساسك على ارواك وفينا سميتيه حبيبك. يا الله، غريبه غربالك غطاك وحطيتي عارك في جيبك. يا الله، يعني مساله، يعني حقيقه هذا حتى لو تم بعدين، لو حتى يرجعوا المهجرين او تتم مصالحه او قصه او كذا، حقيقه يعني تاريخ ما يمتحاش من الوجود، جرح كبير، تاريخ كبير وجرح كبير، حقبة شينة، وحقبة شينة بكر، حقبة شينة بصراحة، انك انت تهجر عائلات، اللي مات واللي شرد واللي انحبس واللي قاعد في الحبس واللي طلع مش عارف ايش واللي قص، يعني هذا تاريخ شين، يعني مفروض ان الان تتم مراجعة الامر هذا. انت مدام زي ما حكيت لكم بدري، انا مش نسيس البرنامج، حقيقة البرنامج هو هدفه اجتماعي كبير، لكن انت تو تتم مراجعة الامر هذا، عندك فرصة مدام الخواطر هدين شوية وتميتوا تسعوا لكذا وكذا، اسعى دير مبادرة في انك انت تلم هالشتات هذياي، فهم كيف؟ على الاقل اللي كانوا بداية في الموضوع هذا لازالوا احياء. اي نعم، لازالوا احياء، تنحل القصة، يعني مش بعيدة، يعني الله مصيبة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني اخوي مصدق شنو يقول لنا؟ اخوي مصدق نحكي لنا على ذكريات انتم، خاصة انتم عرب البلاد، عرب البلاد يعني. احنا في البحر كان جيراننا اليهود واجدين، نعم، والحق كان فيه نسيج اجتماعي بيننا وبينهم كبير بالكل، ما فيش فروق، خشوا على حشاننا وخشوا على حشانهم ويدزونا وندزولهم. أسلوبه حتى كان شريك استعمار يهودي، حياة والدي كان شريكه في الموبيليا يهودي، وأول واحد في العيد الكبير، والله والعيد الصغير، يدق على حوشنا يعيد عيباتي، يسكن شرع قزير، هو شريكة. فجارتنا اسمها مرومة، مرت الربي، ضل يحيى حوش الربي، والربي ما عنده شيء، فيتك قضيتي ستعوي يا مطر، صبي فهي اللي تعاجب العويلة غادي، وكم رضعية اللي تجيه،
في ال 67 الرب يسم والله سيف لا سيف اللي هو القسيس تاع اليهود يصلي بهم صار طيحوش الربي الربي يعني معناه طيحوش الجيره ودز لك ودز لك في الهنج قاعد يهود يدعي عليه في الليل وفي النهار سبحان الله ما فيش في ال 67 رحلوا اليهود فكانت مرومه هذه ما تبيش تطلع ما تتعيط في الشارع وما نعرف حد ما عنديش من نمشي الله ما عنديش من نمشي والله ما نعرف حاجه سبحان الله ما جيت باتي حياة والدي الله يرحمه يا سي عمر انت تعرفنا يا سي عمر ما عنديش وين نمشي يا سي عمر وين بيشروني سبحان الله فقال لهم انا هذه نضمنها هنا خلوها عندي قال لا يا سي عمر والله حاجه تعليمات ترحيل والله يركبوها في الصاصلي او في الاندروفر بالسيف سبحان الله وتبي ترجع ما عنديش وين نمشي قال ترجم صدقه ساستر ترجم ساستر صار كهرباء تاع البوليس اللي انا فهمت من خلال القصه حتى والله ما عم بيرسل واحد هيدا باك البيجو ها هيدا الرئيس باك البيجو لا والله جات فعلا ساستي سبحان الله خطر على حتى علاقتنا باليهود لا حول ولا قوه الا بالله تو يقول يا سي مصدق معليش انا بسالك يقولوا هالطبايخ اللي عندنا طبيخة الفاصوليا والحرايم وكذا منهم والله منهم والله منهم منهم والله حياة والدتي متعلمة منهم إيه الحرايمي وعندهم الكرعين إيه نعم الكوارع كوارع والفاصوليا والفاصوليا وفي عندهم طبيخة واحدة أخرى يقولها المثومة 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 هذه كرشة بس من غير فاصوليا إيه خطيرة بالكلام وعندهم طبيخ الباشا عارف طبيخ الباشا الفقير هذا يدير فيها سين طبيخ الباشا طبيخ الباشا هذا الجلده بتاع الراس ايه لما يسرخوه يديروا عليه طبيخ الباشا اي نعم يسموه فيه الباشا قصة الحرايمي طرابلس نعم كان واحد يهودي يدير في الحرايمي هذا اي نعم يشموا فيه عرب البلاد الطرابلسيه في المدينه القديمه ومحرحر فيقولوا شو البن هذا يقولوا الحرايمي هذا يدير في اليهودي الحرايمي هذا يدير في طبيخه مش طبيخ الحرايمي قولوا حتى البراك نظني منهم يعني ما اعتقد والله مش عارف حكى لي مره قال لي البراك مغلوط من الاطراف اغلب الاكلات اعتقد يقولوا اغلب الاكلات اللي عندنا لا هو كان فايح تخش لما تخش العماره نتاعهم تشم بنات والله نعم يتميزوا حشان بال كون عندهم طبايخ مش عادية عندهم والله طبايخ داروا فينا اي نعم عندهم طبايخ مش عادية صح بالله قلت هذاك الوليد قال شارع الفتح وشارع الفتح قال له والله الفتح داير فينا شوارع اي من اللي انت قال له خبرها على اليهود ولا على الطبايخ زمان اليهود شريكنا وجاي يجيب في حاجه من الحوش باش نفطروا بها في الدكان فكان حياة خليفة المقصب الله يرحمه شريك حتى هو شريك معاه حياة يقول غشنا بها يهودية يقول لا غشك بها ما تاكلهاش غش ما تاكلهاش والله اول واحد يطيح فيها هو صار المثومة لهم حتى هي المثومة لهم المثومة هذه يعني الطبيخة طبيخة الكرشة نعم انا نتذكر حياة امي الله يرحمها درنا فيها الرز المبوخ سبحان الله ديروا فيها الرز المبوخ صحيح كانت تحط طبيخة الكرشة وتحط فوق منها الرز فهمت؟ يطيب الرز عليه ريحة الكرشة والكلام هذه وبعدين تسقيها فيها تدير معها بطاطا ولا تدير معها البكيوة ولا قصة وكذا والله العظيم هذا كان يدور في اليهود سبحان الله يدور في اليهود الله يعطيهم العافية عندي يعرف رشيد ولد سيدي توفى في الحبس محمد البكوش نعرفه حميدة الله يرحمه هو صغير كان يخش عليه مرومة واجد اليهودية فتسقي فيه كواشيك بوخة يروح في الحوش طايب وبرد عنده برد عنده برد تدهن وتدهن يروح طايب داني ترك دمه سيدي تايب هذاك الوقت تقول مخلين عنا في راسي ناع ما عندها في راسي ناع خليه تنمشي انا المرومة سبحان الله يا سيدي سبحان الله والله يا رجل ذكريات ونسيج اجتماعي بصراحة يعني تتذكر ما فيش فروقات موزع عليها كلها أي واحد عايش معنا عايش في النسيج ولذلك لما خطبت أنا ليبيا خطبت ليبيا عامة يعني ولكن برضو امتدادي
امتدادي بنغازي. يعني انا نخاطب حتى لما نخاطب ليبيا كلها نخاطبها من زاويه بنغازي بلادي مدينتي، فهمت؟ لما قلت له يا رمل حباتك ذهب ونخلك عطاه ما لا حدود، يا تراب داسوه الحناين وبالدم رواه الودود، تاريخ لا ما ينسلب وصفحة سمانة شاهدة واحفادهم كانوا شهود، تاريخ بالدم انكتب والعز شامة والشمس نشراته عقود، يا ليبيا انت السلام وانت السلامة وانت الغلا والفرح، يا حلمنا المنشود يا عرس كل شهيد، ارسم وقول اكتب وقول غني وقول على الوعد والموعود، يا الله نصرك يا عظيم الجود، يا الله تتمم فرحها وتزيد، يا الله غيرك ما لها مقصود، بلاد الكرم والعز عانت ياما علي، بلاد الكرم والعز عانت ياما عليها تباعد شر كل حسود وعلي كل من يمكر ترد الكيد، يا ليبيا انت السلام وانت السلامة، ومن قال لك خوذي وثيقات العهود وبدل كلامة قولي لهم ربي العظيم يقول أوفوا بالعهود. يا الله يا الله الله يفتح عليك يا سيدي، الله يفتح عليك يا سيدي، يبارك فيك يا سيدي، خاتمة طيبة والله. والله هذه ذكريات وهذه صراحة يعني كلمات طيبة، هذه بتذكر رسالة كتبتها في أول انتخابات بلدية يوم اللي انتخبوا مجلس البلدي بنغازي الأول. إيه نعم، خالد القاضي و... أنا كنت هذيك الساعة مسافر وجيت في يوم ما شاركت في الانتخاب لأني كنت مسافر، لما روحت كان النتائج في ذلك اليوم، فنتذكر اتصلت بقناة قناة المنارة، المنارة كان فرنساسي الشيخ فرنساسي الله يطيب الخير، كان يقدم في برنامج كان يقدم فيها ومستضيف ضيوف، اتصلني بالتليفون وقلت لهم القصيدة هذه حقيقة، هذه يعني في 2012 انا مشار سمع قصه اكدوها لي، يعني ايضا نقول مش فاطن واجد في الاحداث بتاع 76 بتاع الطلبه، يعني سمعت اول ما بدوا الطلبه وتفقوا شهداء يناير والجامعه وكذا وتحركت، سمعت ان واحد من عويلة البلاد بالشورى القرايه الشورى بالكل أكثر من واحد أكثر من جاء فازع من شارع شمسة في يبدأ جولاطينا، ويقول شنو للطلبة، والله هنا جاي لدي واحد يقول للطلبة يقول لهم حرام عليكم تخليكم في مدرسكم الوجيج هذا شورنا نحن، أطلعوا منا أنتوا القصة هذه والله الله. وعدة هو اللي ولع الفتيل بتاع جولاطينا، هو اللي شالت عن طريق صار شلكة بعضها، يعني تو شوف العلاقة هذا هذا شيء لا مش هيسلومه هيسلومه النص التذكاري تاع عبد الناصر، هذا نظن لقيت البيجو يا رجل. انا الحقيقه انا ما بيش نقول اسمه، انا اللي قال رشيد انا هذا سمع الاسم سلومه، هو اللي قال العباره هذ، هو اللي قال العباره قال له مشو سلومه كان هو اللي نسف اعتقد يعني نسف تاع ال صغير نص التذكير استمر 55 تقريبا ها آه. كبير آه. كبير اكبر اصغر من عبجليل، اصغر من عمر، لا اصغر من عمر، اصغر حتى من عبجليل، لا اصغر واجد، لا عبجليل كبير آه. وعندهم عمر واحد اخر آه. عمر مازال حي، انا نحسب عمر توفى، توفى عمر واحد من البيشو، معناها توفى كلهم الثلاثه، توفوا ثلاثه رحمه الله عليه. فالشاهد يعني شفت العلاقه اللي كانت لجنهم كلهم كانوا على ذكر سلومه، والله على ذكر سلومه يعني عمره دافع عليه سبحان الله في حكم الاعدام، كانوا محكوم بالاعدام نعم، وكان السيارات السقده من طراب ثلاث سيارات، سياره فيها مخزوم والمصري، وسياره فيها حياه بن سعود ودبوب، وسياره فيها سلومه، هذا كنا صار منه هذه غلط، هذا وصلوا هذا كم هذا كاهي خربت في جدابية، نفذوا في هذا في 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 مخزوم والمصري وبن سعود، هذا كاهي صلحوا كهرباء وجو، كان يوم الخميس نفذوا، يوم الجمعة بينفذوا فيه، النيابة قالت أنا يوم الجمعة هذه يوم عطلة رسمية دينية ما نفذش ما نحضرش، كان مازال فيها بقايا سبحان الله، مازال فيها بقايا القذافي الراي العام بيكسب استدعى هني وعفى عليه،
راهو نصبوا راهو نصبوا المشنه كان صبوها صح في المكان. رحمه الله عليه رحمه الله عليه. يا جماعه ها قالوا نبي المقصره قالوا عطلان يا جماعه عطلان. الله جابوا ثلاثه قبل ينزلوا المقصره المقصره توقف على الرقبه يقولوا هذا عمره طويله طلقوه. الثاني نفس البرنامج جابوا الثالث قالوا اش تبي مشنقه ولا ولا مقصره قالوا نبي المشنقه تقولوا له خذ المقصره يا جماعه قال عطلان يا جماعه يبي يموت هو يبي يموت. بارك الله فيكم على هالذكريات والحكايات الطيبه. ان شاء الله نواصلوا الحديث والحديث ذو شجون زي ما يقولوا نواصلوه في حلقه قادمه باذن الله تعالى. نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقه قادمه في برنامج سهرات ود وذكريات عن مدينه بنغازي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زال ود قلوبنا يجمعنا ودفت مراكبنا في هويتنا ما زال ضيف امطارنا نازل.